patch notes 6.19. والله التعديلات اللي فيها هذه اللي هي البري وورلدز، سوري البوست وورلدز، هذه التعديلات ما حتنزل في الوورلدز، يعني في اللي هو ال سي اس النهايات حقت العالميه اللي حتبدا الاسبوع الجاي، هذه حتنزل بعدها، او سوري هي نزلت عندنا هنا بس ما حتدخل في شو اسمه، ما حتدخل في النهائيات، هذه ما حيعتبروها، ما حيدخلوها، ما حيحسبوها، يعني التعديلات حقت اوغما وحقت هذا ما حتحش في هذه. فأول تغيير يا شباب كوغماو، هذا اللي أظن أكبر تغيير صراحة اللي ما حد أتوقعه واللي سووه فيه حلوين. إيش بسوي؟ هنا سلام عليكم، هنا أجيبه في السكرين اللي في النص لأنه راسي أتلوحت وأنا أعرف يسار. كوغماو تشينجز سووا له ريفيرت باك. إيش ريفيرت باك؟ يعني رجعوه قبل ما يسوي التعديل الأساسية حقته بداية السنة. بداية السنة راحوا على كوغماو وغيروا الدبليو حقته والكيو والاي حبتين والالتي تقريبا نفس الشيء. الكيو كانت بعد التعديله صارت اللي هي الشريد، الدبليو صارت تسوي الاتاك سبيد اللي ممكن توصل لخمسة اتاكس في الثانيه، هذه كلها شالوها ورجعوا للبري تشينج هذا، لانه بيقولوا التعديله هذه فشلت بالنسبه لهم والسكريبترز استغلوها وصار يبغالوا ميكانيكال ريكويرمنت مره عاليه، بالذات شفتوا حقون السكريبتر هذول اللي يستخدموا الاكس والزي، اللي زي السكريبتر اللي هو الاكس والزي بسرعه يمين يسار يمين يسار يمين يسار وهو يتحرك، ف ف ف فما ما اخذوا اللي يبغوا منه. في كل الحالات اللي سووه فيه طبعا التعديله هذه على حد علمي نيرف كبير وهو اي دي اذا كان اي دي سي، ويمكن ترجعه مره ثانيه ل ل ل للميد بالذات التعديله حق الدبليو انه حنتكلم عنها بعد شويه. البيس اتاك سبيد نزلوها زودوها اللي هي البيس اتاك سبيد العاديه من 6.25 من 0.625 ل 0.665، بس الجروث ستات اللي هو كل ما كل ليفل زياده يزيد يزيد الاتاك سبيد نقصوها من 3.5 ل 2.65. وبعد كده الكيو رجعوها زي ما قلنا قديمه، صار هي الكيو اللي فيها البونص اتاك سبيد. دحين الكيو حقتك يمكن مضطر انت تاخذ الكيو من البدايه دحين مش زي اول يا شباب، عشان تاخذ الاتاك سبيد باسيف اللي كان فيها، رجعوا الباسيف اللي فيها 15 20 25 30 35% اتاك سبيد. الدبليو شالوا القديم، شالوا اللي هي تديك توقف محلك تديك اتاك سبيد برضو 20 30 ماني فاكر البرسنتجز حقتها، لتزود لك الرينج فقط وتديك ماكس هيلث دامج على حسب، وهذا اللي يخليه هذا زي ما كان اول زي ما قلنا، يعني على حسب هو هي الدبليو حقته كانت اللي تخليه سابقا ايش يسوي الارمر شريدر يعني او شريد للتانكس، يسوي ماكس هيلث دامج، كل ما زاد الهيلث حقك كل ما زاد الدامج، كل ما زاد الهيلث حق الادم اللي قدامك كل ما زاد الدامج حقك. في كل الحالات طبعا الماكس هيلث دامج خلوه 2 3 6% على حسب الليفل حقها على حسب التارجت ماكس هيلث، والماكس هيلث دامج ريشيو برضو في برسنتج ابيليتي باور، عشان كده قلنا لكم يمكن 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 حنشوفه مره ثانيه زي ما شفناه في نهايه السيزون اللي فات. ف 1% ماكس في ريشيو زياده، الريشيو حق الدامج 1% ماكس هيلث بير 100 ابيليتي باور، وكل ما زاد الابيليتي باور حقك كل ما زاد الدامج اللي ممكن تسويه. بعد كده الرينج حيزيد الى 210 نهايه الجيم، وهذا اللي يخلي الدبليو دائما لما تمشي في كوغما وشوغا ما تسوي ابيليتي تفك الدبليو تزود لك الرينج حقت كل الابيليتيز حقتك. بعد كذا هذه يمكن تعديلة جديدة اللي يقول لك الكول داون حق الدبليو ما يبدأ إلا يبدأ على طول أول ما تسوي لها كاست، أول ما تضغطها مو بعد ما تنتهي الابيليتي، فأول ما تضغطها يا شو اسمه يبدأ الكول داون، وهذا بف بسيط على الدبليو حقتها على أساس ترجعها. الديوريشن حقها خلوها بدل ما هي 6 ثواني كل الرانكس خلوها 8 ثواني، هذا على اساس التعديل الجديده هذه. بعد كده عندنا انيفيا سووا لها نيرف مره بسيط على الفروست بايت، الدامج حق الاي حقتها نقصوها حوالي 25 نهايه الجيم، طبعا 5 من بدايه الجيم، وتشيلد هذا لما تسوي التي، طبعا دائما فاكرين دائما انيفيا لما تيجي تضربك ما تيجي تضربك الاي لحالها، تحط الالتي عشان يجيك الباسيف اللي هو التشيلد وبعدين تحط تديك الاي على اساس تديك الاكسترا دامج، شوف الدبل الدامج 150 ل 300. طبعا نهايه الجيم نقص 50 الدامج، ما ابغى اقول كثير ولا قليل، هذا البيس دامج 50 از از
is a bit too much late game, لأنه كان هذه ممكن كانت ممكن تقتل واحد نهائيا. بكل حالات النرف هذا النرف بسيط ما حيظن حيأثر عليها تأثير كثير صراحة، والله أعلم. الإيريليون سول عملوا عليه تشينجز كثير، طبعا الإيريليون سول ما بتشوفه في الجيم كثير يا شباب، بس في الهاي تشالنجر وفي الهاي دايموند الوين ريت حقه مرة عالي، سواء في كوريا ولا في اليو اس، ولأنه مرة صعب ميكانيكلي. يا تلاقيه في هاي ايلو وين ريت يعني طاير في السماء، يا تلاقيه في لو ايلو الوين ريت مدحور في يعني في الارض ما حد يعرف يلعبه. في كل الحالات عشانه طبعا ما لا لا عشانه جامد وما له حل، بداوا يسووا له نرفات بسيطه على اساس تبالانسهم حبتين. الباسيف سووا لها بف صغير، يعني زودوا الدامج حقها من 20 الى 97 نهايه الجيم الى 20 130 نهايه الجيم. سو زودوا الباسيف حق الدامج، زودوا الدامج حق الباسيف، بس في نفس الوقت سووا نيرف للدبليو دامج. الدبليو تسوي بونس دامج، الدبليو اللي هي الكومنت اللي يدور حوله هذا اللي بعده واللي قربه، كان يسوي بونس دامج 10 20 30 الى 50، نقصوها النص 5 10 15 20 25، والكوست حق المانا حقها نقصوها شويه حبتين عشان يعوضوا الدامج ريدكشن. بعد كذا غيروا شويه على الميكانكس حقت الاي حقته. اول كانت الاي لما يسويها الاي اللي هي تخليه يديها تيك اوف كذا يطير في السماء يا شباب، دحين من يوم ما يطلع برا كومبات يضغط الاي على طول يطلع، اول كان ياخذ له بالتدرج وبعدين يطلع، بس هذا تغيير كذا كواليتي اوف لايف. بعد كذا كاسيوبيا هذه حاليا توب تير ميد، اظن من اقوى الميدز اللي ممكن تختارهم حاليا اذا ما كانت اقوى ميد حاليا في الجيم. والتعديلات هذه بس تو بالانس هيرد اوت، يعني بس على اساس ينزلوها حبتين عشان تكون زي البقيه، لانه هم يسووا الباتشات اللي فاتت كل الميدز نرفوهم وما نرفوا هذه، فصارت هذه الحاله كذا توب تير. طبعا هذا معناها حنشوف كاسيوبيا في ال سي اس مره كثير يا شباب، اتوقع توقعاتي طبعا. يعني الباسيف ما تغير فيها ولا شيء، الدبليو نقصوا الرينج حق الميازمه حقها، الدبليو اللي هي ترمي الحاجه الموفة اللي في الارض هذيك بعيده يا شباب، اللي لما تمشي فوقها ما تقدر تسوي داش ولا تقدر تسوي فلاش ولا تقدر تسوي ولا حاجه. الميازمه نقصوا الرينج حقها من 900 ل 800، وفي نفس الوقت نقصوا الهيلينج دان اون بويزن تارجتس على البي اي حقتها، نقصوا الهيل اللي يرجع لك من 5 ل 25 ل 5 22 حبتين. بعد كذا كوركي كلنا عارفين انه كوركي برا الجيم نهائيا حاليا، لا هو ميد ولا هو بوت، وكل ما عدلوا عليه تعديله خلوه يا مره او بي يا مره لو، فبيحاولوا يرجعوه اي دي سي يا شباب قد ما يقدروا، ما بيحاولوا يرجعوه ميد، هم يبغوا يلعبوا اي دي سي. مشكله كوركي ال 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 الكيت حقته ما تضيف اي يوتيليتي للجيم. ايش يعني ما تضيف اي يوتيليتي؟ يعني ما تفيد اي شيء في التيم، ما تفيد اللي هو حتى مع الباكج الجديد الجمب هذيك اللي ما لها اي داعي، تدخلك في وسط التيم فايت واتس فيري دينجرس، خطيره صراحه على اي تشامبيون اي دي سي عامه بالذات. في كل الحالات اللي سووه زودوا الاتاك دامج جروث ستات وزودوا الاتاك دامج ات ليفل، دحين ليفل 18 حيصير بلس اتاك دامج حقك من البيس دامج حقك 115 من البيس، يعني بيس من دون اي ايتمز 115، وهذا كثير على 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 اي دي، يعني زودولنا اياها حوالي 18 اتاك دامج نهايه الجيم من دون ولا ايتم. بيحاولوا يحسنوا الليت جيم حقته، بيحاولوا يحسنوا الايرلي جيم حقته، يمكن 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 نشوفه حبتين زياده اي دي سي، بس ما اظن حيرجعوا للجيم يا شباب والله اعلم. طبعا كوركي من الشامبيونز المعروفين اللي هم ايرلي تو ميد جيم، ليت جيم يصير له فول اوف، يعني نهايه الجيم ينزل كثير، ينزل فول اوف مره كثير. الباور سبايك حقته تجي لما، طبعا اللي ما عارف ايش باور سبايك، يعني لما يعني متى تبان قوته في الجيم، اي ايتم بعد ما يجيب ترينيتي فورس، اول ما يجيب ترينيتي فورس يجي له كذا قوه خارقه سوبرمان يصير، بالذات في شيلة التاورز عشان الشين وعشان لون 200% بيس دامج، عشان الشين يشتغل مع كل الابيليتيز حقته، لانه هو عنده الابيليتيز ميكس دامج. ايش ميكس دامج؟ يعني شويه اي دي شويه اي بي. فما زال كويس من بدايه الجيم، يعني بالذات مع التشينج هذا بداية الجيم إلى ميد جيم ما زال كويس، ليت جيم ما زال جدا سيء والله أعلم. شوف بعد كذا مندو تشينج مش بطال، أنا بس الظاهر برجع مندو حبتين في الجيم توب، إيفن دو هم دوبهم متكلموا على يعني داخلي مندو داخل على ريميك، فما أدري هل هو هذه بريبريشن للريميك ولا بس كذا بيسووها مبدئيا على أساس بيحاولوا يرجعوا للجيم. في كل الحالات الصلاة النبي زودوا سووا له باف على الاي حقته، زودوا المينيمم دامج حقها من 20 ل 100 ل 30 ل 110، والماكسيمم دامج من 60 ل 220 بدل 40 200 ل 60 220، ونقصوا الكول داون حقها ثانيه واحده.
تعديل مش بطال، ما حيرجعوا للجيم بس خلاه والله الاي ابيت مور دامج. انا شايف والله يتلعب كثير اليومين هذه شباب، ما يعني اظنهم من يوم ما شافوا الباتش التعديل هذه صاروا يلعبوا مجموعه، بس ما حيفرق عليه كثير. عشان بعد كده الكليد، من يوم ما نزل الكليد الينا اليوم، من يوم ما نزل الكليد الينا اليوم ما في، يعني صحيح هتلعب كثير في البدايه وبعدين اكله كم نيرف ما عسنا نشوفه كثير، فالظاهر بيرجعوا له الجيم. سووا له بافين صغيره، البف الاول الباسف حقته اول ما كان ديسمونت، لما كان ديسكار السكار السحليه حقتك تطير، كان لما تنزل الدامج اللي تسويه على المينيونز اقل 20%، دحين شالوه ما في شيء اسمه دامج ريدكشن. وبعد كذا التشارج اللي هو الالتي حقته نقصوا الشيء، نقصوا الديوريشن حقها بس زودوا سوري هذا نيرف صغير عشان لا يخلي العالم البداية، نقصوا الديوريشن اللي هو الوقت اللي تيجي يجلس فيه يجري، وخلوها رينجز مفصلة 3500 4000 4500 نهاية الجيم. بعد كده ليونا بق فيكس ما عندنا اي تعديل في سينجد، الكيو حقته غيروا طريقة شغلها بس نفس الدامج ما زالت تسويه. التكس بير سكند، اول كانت الكيو اللي هي البويزن اللي يرمي وراه وانت تمشي وراه كل ثانية تنضرب ضربة، والضربة كانت تسوي لك دامج محدد، دحين صارت كل ثانية تسوي اربع ضربات بس مجموع الاربع ضربات نفس الدامج حق هذه، يعني حيصير لك كل شو اسمه كل 25 جزء من الثانية، كل 2.5 جزء من الثانية حيصير لك تك، فحيجلس حيجي لك دامج مور كونسيستنت يعني بس. وبعد كذا فاكس باك فيكس على دبليو ما هو ضروري. سوراكا نيرف عظيم على الايرلي جيم حقها فقط، الدبليو اللي هي الهيل يا شباب، الهيل كانت كل 4 ثواني تقدر تسوي هيل، دحين كل 8 ثواني بدايه الجيم، طبعا ليفل 2 كل 6 ثواني ونص، ليفل 3 كل 5 ثواني، نهايه الجيم كل يا يعني ليفل 5 كل ثانيتين زي ما هي حاليا. هذا يعني سوراكا انت تشوفوها يا شباب اللي يلعب قدامها ما حد يقدر يتروت قدامها بالليننج فيس، فكذا هم يبوا الادمي اللي يلعب مع سوراكا يتروت باحتراف، ويبوا الناس اللي قدام سوراكا عندهم امكانيه انهم يسووا وات يو كول ات، يسووا حاجه يسموها كاونتر بلاي، يعني يقدر يرجعوا ويسووا حاجه في الجيم من دون ما يخاف انه سوراكا جالسه ورا بتهيل نصب. فدحين لازم يمكن سوراكات كثيره حيلفلوا الدبليو بسرعة، يركزوا على الدبليو من البداية يلفلوها ليفلين ولا ثلاثة بس على أساس تصير مقبولة في الليننج فيز. التويتش عملوا عليه نيرف في الليت جيم حقه على الكيو، على تاك سبيد لما تخرج من الكيو، لما تخرج من الكيو فاكرين يسوي تدخل كيو بعدين بنعايدين يطلع يديك التاك سبيد بالهبل، التاك سبيد هذا بداية الجيم زي ما هو 30 40 30% بعدين 40 50 60 70 نقصوها دحين 30 35 40 45 50، ما حيغير ولا شيء في الوين ريت حقه، ما زال مره كويس. الليت جيم برضه ما زال حيسوي دامج كويس لانه الليت جيم الدامج حقه از دحين بالذات مع البيلد الجديد از بيجي من الـ من الـ من الـ من الـ من الاساسن ايتمز، من الاوفر اي دي ايتمز، مو زي فاكرين كان عنده بيلد زمان اللي هو البليد اوف درون كينج، البيلد اللي تبدا بيه هذاك اتاك سبيد بيست بيلد، البيلد الجديد حقه ما هو اتاك سبيد بيست، يا مومو وبعدها طبعا يعتمد اي اتاك سبيد ايتم ولا كريت وبعدها انفينيتي ايدج، فكله بيس ادي يعني فول اي دي دامج تسوي، وما اظن حيفرق مره كثير الليت جيم عليه. بعد كذا قدر سووا له بف مره صغير على الار حقته على الفينيكس تانس، البروك دامج زودوه، يعني ايش البروك دامج؟ لما تسوي الار يضرب 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 الضربات الفاير هذيك، انا كان كل ضربه 25 دحين 40 الين 200، من 25 ل 165 ل 200، والبيرن ديوريشن كانت 5 تكات صارت 4 تكات اوفر 4 سكند، يعني اظن البف هذا على النيرف الصغير هذا يوازنوا بعض، يمكن يعني البف هذا يزود الدامج عن الوضع اللي كان يسويه حاليا حبتين شويه زياده. نشوف البيرن دامج ما تغير، كان اول خمسه تخيلوا كان خمسه تكات في خمسه ثواني، خمسه في 50 هذه خمسه في 50 هذه حوالي 250، وبعدين بروك دحين صارت اربعه، يعني اربعه في 50 200، وواحده دامج واحدة هتاية بالبروك او بالبروك اللي سويها مرتين، يعني 35 ناقص و 35 زايد، اظن بس زود الدامج زيادة بس تكة زيادة، ما اظن هترجع الجيم للوضع اللي هو كان فيه بريل النيرفات اللي سووا له اياها، بس انه والله بريدر بالنسبة له.
بعد كذا سكن سبلاش ارت نزلوا هذه بس غير سبلاش ارت حقت الفيورا وحقت تيمو. وبعد كذا سامنر سبيلز. دحين اول ما يبدا الجيم يا شباب، اول فاكر اول ما تخش الجيم تجي تبغى تسوي هاي تلاقي نفسك فلشت، ولا جيت تبغى تكتب حاجه وبالغلط وتقوم تفلش ولا تسوي تضغط اي سامنر سبيل. اول ما تدخل الجيم اول 15 ثانيه حتلاقي كول داون على الفلاش حقك دحين يا شباب، او مو بس على الفلاش، على كل السامنر سبيلات، فما تقدر تضغطها عشان ما تخاف. سمارت تشارجز ديورينج بلا 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 ار ان افكتد. طيب السمارت التشارجز حقت السمايت ما تغيرت، يعني مو معناها اذا حطوا لك كول داون معناها السمايت حتتغير المواعيد حقتها، ما حيتغير ولا شيء. بعد كده الايتم شوب بايرز ريمورس اند دوينج ا بيرشيس، هذه تعديله كده برضو كواليتي اوف لايف. اول ايش كانت تسوي؟ كان لما ترجع الشوب مثلا تشتري ايتم تزود لك الهيلث حقك، اوكي وبعدين تبيعها. انت فاكر وانت جالس في الشوب الهيلث حقك يبدا يزيد حبه حبه، يرجع لك لو انت هيلثك ناقص. لو اشتريت ايتم فيها هيلث يقوم ايش يسوي لك؟ يزود الهيلث حقك وبعدين يبدا يزيد. لو سويت لها اندو انت بالغلط اشتريتها تبغى ترجعها، بالغلط اشتريتها يقوم يرجع لك هيلثك للبدايه اللي انت دخلت بيه ويبدا يهيلك مره ثانيه. هذه بس هم اعتبروها باج صغير وقاموا قال لك حنشيلها. سواء لو انت اشتريت ايتم فيها هيلث حيشيل لك الهيلث حق الايتم هذا بس ما هيرجع لك هيلثك من البدايه، عشان مو لازم تستنى كمان زياده عشان تهيل هيلث زياده. طبعا كواليتي اوف لايف تشينج ما هو ضروري ما ياثر على الجيم، ممكن ياثر على الجيم ليت جيم في نهايه الجيم لو انت مستعجل تبغى تجري وتلحق تقوم والله اشتريت وبعتها بالغلط، تقوم تيجي تضطر تستنى حبتين زياده. بعد كده زودوا البنجات الجديده هذه يا شباب، فاكرين البنجات اللي تبين الهيلث حقي والمانا حقتي والهذي؟ زودوها على حاجات تمام، زودوها على انا 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 لما على 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 الايتم شوب. الحين ممكن تروح على الايتم شوب وتقول انا باقي لي 200 جولد على الايتم هذه، فاهم؟ يقوم يشوف الجولد حقك ويشوف الايتم هذه، فانت تقول للتيم حقك ترى شوفوا انا باقي لي 200 جولد، فواحد يسيب لي لين ولا واحد يسيب لي شويه جولد عشان اقدر اخذها وعشان ارجع وعشان وعشان عشان. فاست سيلينج الحين تقدر تسوي رايت كليك على اي ايتم عشان تبيعها على السريع بس يا شباب. هاد بينجز زودوا البنجات حقت الهاد الزياده، نفس البنجات حقت الايتم بينجز فاكرين؟ نفس الشيء لما تضغط على نفسك ولا تضغط على هذا زودوها دحين على الانمي ولا الالاي سامنر سبيل. لما تفك تاب وتروح على سامنر سبيل حقت واحد من من الاخوان الاعداء ممكن تضغط عليها في بدايه الجيم بس. بينجز ادد بوست لانش انمي الاي سامنر سبيل كول داون فيا ذا سكور بورد، ريسبون تايمرز، الباسيف وذ كول داونز، الاكسبيرينس، كم اكسبيرينس باقي لي عشان الليفل الجاي، ابنش مور ايتمز، ايتمز زياده ضافوا عليها وهكذا. و باك فيكسز وبكذا يا شباب. نزلوا كروموس جديده برضو حبتين اظن حق، وبعدها صارت على اي بي زي حق جاكس اظن حنزلوا اي بي. طبعا هذا مش ضروري بالنسبه لنا ولا يهمنا. تشامبيون شيب زد حينزل في الباتش نوت هذا، حينزل في الباتش هذا لانه الورلد نازله دحين، حينزلوا التشامبيون شيب العظيم هذا والله شكله جدا مبدع يا شباب. الله يستر. بكل حالات بكذا يا شباب خلصنا الباتش نوت 6.19. I think we are done.